رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حفل تخريج الفوج السادس لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين الذي أقيم بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بمقر جامعة البحرين في الأسخير، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الحفل. وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن سعادته لما وصلت إليه بوليتكنيك البحرين من مكانة برهنت على جدية العمل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في إطار مشروع تطوير التعليم والتدريب وبما يتوافق مع برنامج الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030، إذ يشكل الإنسان البحريني عماد الاقتصاد والعنصر الأساس في تطوير الحراك المجتمعي والاقتصادي. فخلال سنوات عشر فقط استطاعت الكلية أن تثبت من خلال البرامج التعليمية التي تقدمها إدراكها التام لاحتياجات سوق العمل في ظل ما يشهده من تغيرات، وتمكنت بالتعاون مع القطاع الخاص من رفد السوق بالخبرات والتخصصات المناسبة، كما هيأت لخريجيها لأن يكونوا رواد أعمال ناجحين. وأعرب سموه عن ارتياحه للنتائج التي بينتها إحصاءات الخريجين والتي تعكس أهمية البوليتكنيك، حيث حصل 85% من الخريجين على عمل في إطار تخصصهم، و 8% من الطلبة بدأوا أعمالهم التجارية خلال 24 شهرا من التخرج إن لم يكن أثناء دراستهم. وأكد سموه أن هذه الإنجازات لبوليتكنيك البحرين لا شك أنها نتاج الالتزام بالتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أيده الله بإعطاء التعليم كل الرعاية والاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر لمسيرة التعليم وتطوير في المملكة. وأعرب سموه بهذه المناسبة عن الشكر لسعادة وزير التربية والتعليم ولرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية والرئيس التنفيذي وكافة منتسبي بوليتكنيك البحرين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والتميز، مباركا للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق في مجالات العمل وبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم. وتضمن الحفل إلقاء كلمات من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، والدكتور جيف زابوتسكي الرئيس التنفيذي للكلية، وضيف الشرف في الحفل السيد سايمون عيسى المدير الإقليمي للحلول التعليمية لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وإفريقيا. أكدوا خلالها أهمية دور الكلية في تخريج جيل جديد قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في النهضة الاقتصادية لمملكة البحرين. بعدها ألقى الطالب يوسف خالد العيسى كلمة نيابة عن الطلبة الخريجين، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن بوليتكنيك البحرين. وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الشهادات على هذه الدفعة من الخريجين، والبالغ عددهم 189 خريجا وخريجة استكملوا متطلبات تخرجهم في مختلف التخصصات.